يعني الذكريات اختلفت من ان انا اشيل صاج الكحكه على دماغي من فوق بالزبط. ان انا اعمل تيك توك على الموبايل، هي دي الذكريات بقت كده. والذكريات ألذ يعني. حتى لما تشوف الفيديو هتقعد والله انت اصلا في الميكنج بتاع الفيديو انت قد ايه بتقعد تضحك بقى. يعني لما يبقى حد كبير يتخيل مامتك او جدتك قاعدين بيعملوا معاك فيديو بقى حاجه مثلا ساوند لذيذ كوميدي بيضحك مثلا، عقبال ما تقعد تحفظه وتمثله كده قد ايه بقى الميكنج ده بيبقى لذيذ، واصلا ضحك دي لوحدها حاجه ما بتتنسيش. لا والله هي فعلا الجيل تيتا انت ما بتحبيش تعملي تيك توكس يا تيتا؟ ما بتحبيش تصوري فيديوهات؟ لا بصور وبتحبي. بس لا هو الجيل من جيل بيفترق بيفرق الطباع العادات بتختلف، ده بتختلف. مين دلوقتي في اي عيله بيجيب ويجمع ويعمل فطير مشلتت ومش عارف ايه الايام؟ طبعا بتعملوا الذكريات في العمايل. انا مش لازم نعمل ما بالظبط، احنا ممكن نتلم. ايوه صح، احنا نتلم لمة حلوه. نتلم في رمضان نتفرج لنا على مسلسلين ثلاثه برضو. تاكلي و... لا هاكل الاكل. لا انا أيوة كده كده هاكل. بحسبك تجمعي بس لا لا القعده من غير اكل ما تحب. لا مش كده. ايوه خليكي انا هبقى اقعد معاكم يعني. عينيا عينيا لكن تيجي كده وتقعدي وما تقدملكيش حاجه زي ما انت ممكن تطلبي الاكل دليفري. لا لا دليفري لا 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 ما هو فكره هو بيكلم هو بيكلم على ايام زمان واللي هو بيكلم مش الايام دي. ما انت انا فاهمك انت ما بتتكلمش على الايام دي. في الحاجات اللي الجيل ده افتقدها. ده حضرتك دلوقتي انا احكي لك حاجتين ثلاثه على الجيل الحلو والجميل الامارات دول. دلوقتي كل حاجه بيعملوا لها قصة عشان تتصور وتتنزل على السوشيال ميديا. أيوة. حتى معرفة الولد والبنت بعد الحمل يعملوا كده حاجة كده اسمها ايه؟ جندر ريفيل. اتفضلي. ايوه كويس. وبعدين يفاجئوا ويعملوا ويتصوروا. احنا بنحاول ندور على اي حاجه نعمل بيها احتفال. بالظبط احنا بنعمل حاجه عشان تتسجل بنعمل الحاجات زي عيد ميلاد كده. بدل ما كان عيد ميلاد صغير بتروحي تروحي الدكتور يقول لك انت حامل في ولد خلاص وبتروحي. احنا دلوقتي عايزين نحتفل عايزين نتبسط عايزين طبعا. فبنعمل حفله. انتوا اللي كنتوا زمان كؤبه. لا لا ليه احنا كنا بنعمل سبوع فاكره السبوع وندق الهون بس دلوقتي بقى اسمه بيبي شاور ما بقاش اسمه سبوع. شفتي زي جرين برجر كده. لا ايه الاول جوزي كان يجي راس السنه يعمل الحفله عيد ميلاد مثلا انه يعمل حفله ويجمع العيله كلها. احنا كنا زمان فقير او غني او متوسط الحال كان له الطقوس بتاعته صح. اللي بتتعمل وكان صح. بيحافظ عليها. والله. ممكن مش شرط ان هو يعمل العزومه يعني. مش لازم ان انا اعملها والله العظيم. احنا لو اتجمعنا مع بعض وعمل صوتنا زغرتنا عملنا طيب. احتفال خلصنا. ما احنا ده اللي عايزينه. ماشي احنا بقى بنعمل حاجات صغيره. احنا بنعمل اي حاجه اي حاجه عايزين نعملها. لا لا بس قلت التجمع العائلي. قلت ازاي عشان الناس مثلا خلاص اللي مات كل واحد لا يا حبيبتي ايه يعني. كل واحد اتشغل بحياته. لا. كل واحد يشغل بحياته. هو انتوا لو عايزين تتجمعوا او العيله تتجمع وتبقى حريصه ان يبقى في تجمع هيحصل. انما لا بيحصل يعني اول يوم رمضان كل يوم. لا مش انتوا اول يوم رمضان بتتجمعوا ولا لا؟ بنتجمع اهو والله. لا احنا كنا بنتجمع كل يوم خميس. لسه بتتجمعوا لو عيلة الاولاد؟ لا ما بيتجمعوا ما بيتجمعوش كل يوم. لا هم لان اللي سافر سافر واللي عمل واللي اتجوز واللي راح الحياه نفسها بتاخدك يعني انا كل يوم خميس كانت العيله كلها بتيجي تلاقي البنات بيلعبوا مع بعض. البنات في سنهم بقى بعض بتلاقيهم واخدين جنب كده بيلعبوا مع بعض. الشباب مع بعض الكبار مع بعض. الحياه نفسها اتغيرت. طيب انت مقتنعه باللي بتعملوه طبعا كشباب وحلو ماشي من حقك ماشي. طيب ما بترجعيش ساعات كده تقولي لا تصدق او يعني مع نفسك كده تقولي الجيل القديم وتعلمت من تيتا حاجه لا انا هحافظ عليها. لا تيتا كان عندها حق فعلا كانت الطقوس اللي بتعملها دي كانت كويسه او النصيحه بتاعتها ايه اللي انت عايزه تحافظي عليها ولا انت عايزه مغيره كل ال لا انا على فكره مش مغيره اكيد هم انا مش فاكره قوي دلوقتي بس اكيد طبعا الناس يعني جدتي ومامتي وكده بيعملوا حاجات اكيد انا اكيد غصب عني هبقى بقلدهم في حاجه يعني وهبقى برضو ثابته عليها عشان دي برضو معايا ذكرى من وانا صغيره فهبقى عايزه برضو احسس ولادي بيها واحسس احفادي بيها ان هو كانت حاجه لذيذه بالنسبه لي بتبسطني وانا صغيره هحاول اعملها وانا كبيره. بس طبعا الجيل القديم ده يعني تفكيره كله انا من وجهه نظري كله غلط يعني هو عنده كده عقليه اللي هو نقعد
ما نقعد ونعمل كل حاجه، بس هي مثلا بتقول لك احنا دلوقتي لازم نقعد نعمل الكسكسي ونعمل الكحك وكده عشان نحس بال... طب احنا ممكن نحس بالعيد. لا مش ضروري، انا بتكلمك على التجمع والطقوس اللي كان كل موسم مرتبط بشيء. هي فكره كل خميس كده بالظبط. زي كل خميس كنا بنتجمع كل خميس. طب بدل ما كنا بنتجمع عندك عادي ممكن نتجمع عند رن. حبيبه قلبي الظروف اللي سافر بكل اللي توفى واللي سافر واللي يبقى ده ملهاش علاقه بالجيل بقى، علاقه ان الناس ان انا كبرت فبقى عندي عيله، في الناس اللي كانوا اكبر مني شويه خلاص اللي سافر واللي أيوة توفى. ايوه صح، بس في حد نجمعه نجمع كل حاجه طيب. كل حاجه جيل كل حاجه جيل. معلش احنا على ايامنا ما كانش في حد توفى. طب انتوا كنتوا كتير زمان بقى احنا بالعكس انتوا العادات اكتر. لا لا كان في عادات، لا طبعا عادات كانت جميله جدا. طب ليه تيتا مثلا ما بتجيليش اول يوم رمضان؟ لو انت كلمتيني قلت لك يا تيتا معلش مثلا انا عازمه ناس عندي تعالي انت، لا ازاي لازم تجيلي اول يوم رمضان ده عندي؟ طب ليه بتعودنا؟ لا يا حبيبتي قلبي اتعودنا ان الناس الكبار هم اللي بيجمعوا العيله بالظبط. الناس الكبار هم اللي بيجمعوا العيله كلها، بيت الجد والجد. بيت الجد والجد. ما هنا كده بقى عندي عيله ثانيه عايزه اجمعها برضو، اروح اتجمع انا مع العيله الثانيه؟ لا يا حبيبتي لا لا انت هتجيبي العيله بتاعتك وتروحي تجمعها. لا 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 برضو لا برضو جوزها ليه عيله، هي مرتبطه دلوقتي باهل جوزها. صح، هي دلوقتي في عادات، في عادات اللي ايه البنت بتتجوز خلاص ارتبطت بجوزها وباهل جوزها، يعني بدل انت مش عايزه تجيلي ليه بقى؟ لا استنى ما تيجي انت وخلاص. خلاص انت تروح عند طنط. لا بص حاجه، بصي هي دلوقتي انت اتجوزتي ارتبطت بجوزك، هو هيروح عند مامته في الاعياد هتضطري انت تروحي معاه. لا لا اللي سافر اللي عمل اللي اتوفى اللي هو اللي اول يوم عيد بيبقى مع عند مامت، اول يوم عيد بيبقى في البحر مامت كده. ايوه صراحة. كل الناس كده كل الناس كده، فانت بقى هنا بقى ايه العادات بتقل مين كده. ايوه انت كنت مجمع اولادك؟ لا انت مش يمكن ما انت زمان مامتي كانت متجوزه بابا فكانت بتيجي تقعد عندك انت، ما كانتش بتروح لمامتها، ما كانت العادات زمان هي هي. رنا مش مشكله المكان فين، ما هو اذا بتقول لك ايه بتقول لك انا اتغير، ما هي هي بقى. انا شايفه ان هو كان جوزك. مش مشكله المكان عند ماما. الناس على فكره بتتجمع لسه. طب ما هي مثلا بتتجمع عند حماتها، انا بروح عند حماتها، ده تجمع. يا رنا انتوا اعترفتوا ان الموضوع ما بقاش زي الاول. ايوه تاني يوم. ايوه بس عشان زمان كانوا هي زي ما بتقول لك عايزه تقعد تعمل حق، يعني ما اعرفش ما اعرفش، بس انا دلوقتي شايفاه ألذ اصلا من الاول. دلوقتي بقينا نتجمع ونقعد نعمل حاجات، بقى في اكتيفيتيز كده بنقعد نعملها. زمان كنا بنتجمع بيقعدوا يتكلموا وخلاص، طب ايه الملل ده اصلا؟ ما كنا بنتكلموا في التليفون. ما احنا عشان ما كناش شايفين اللي انتوا شايفينه دلوقتي ما كانش بالنسبه لنا ملل، كنا بنستمتع ان انا اعمل المفرمه بتاعت الكسكس وغير الوشوش بتاعتها. فاكره الوشوش؟ ايوه انا وانت بس اللي متخانق اهو اهو، في تضارب اهو في الافكار وكل حاجه. بصي اللي بصي برضو اللي كل الايام بتتغير وبتعمل، لكن الناس القدام يعني انا واحده اجي مثلا ما كلش طعميه بره انا اللي اعملها في البيت. الله. اعمل الفول في البيت، اجي الشتاء اعمل شوربه العسل ما تتقطعش من الفريزر. الله. الطعميه لسه عاملاها امبارح، الفول ادمسه، في عادات. لكن شوفي البنت دلوقتي بقى في سنك وسنها وحتى الاكبر منكم ما عندهاش وقت. ما عندهاش وقت وما تعودش، ما عندهاش وقت تعملها. الحياه بتاخدهم.